قضية ساعة صمت انتخابي يسبق يوم الاقتراع الخاص هذا الخميس 23 من نوفمبر في الانتخابات المحلية البلدية والولائية. في سياق نسعد بالتطرق إلى المخطط الأمني الخاص الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني والذي شرع في تطبيقه في وقت سابق تأمينا لسير حملة انتخابية اقتراع عملية انتخابية في الإجمال. الموضوع نتطرق إليه بالتفصيل مع ضيفنا هذا الصباح عميد أول الشرطة السيد كثير رزق الله نائب مدير أمن المنشآت العمومية ورسمية بمديرية الأمن العمومي. سيدي أهلا بكم. بكم أهلا، صباح الخير سي أمين. إذن سيدي الكريم، تأمين الموعد الانتخابي من الأمور والنقاط الجد حساسة والمهمة لضمان نزاهة حملة انتخابية ونزاهة أداء المواطن لعملية التصويت في أجواء تنظيمية محكمة. قبل أن نتحدث عن يوم الاقتراع، كيف ترصدون أو تصفون أجواء التي ميزت الحملة الانتخابية، مع العلم أنكم كنتم مشرفين على متابعة نشاط تشكيلات سياسية وتأمين مختلف المقرات والأماكن التي احتضنت فعاليات هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سي أمين. بطبيعة الحال المواعيد الوطنية الهامة مثل الانتخابات، مديرية العامة الوطنية دائما تكون في الموعد من خلال إعداد مخطط أمني شامل تشرف عليه القيادة، يكون موجه بطبيعة الحال لتأمين هذا الحدث إلى جانب العمل ولا المهام الأساسية العادية اللي تمارسها الشرطة من أجل توفير الحياة العادية للمواطن. هذا المخطط الأمني في الاستراتيجية تاعو يشمل يعني ثلاث محاور. أولا المحور الأول هو اللي يواكب الحملة الانتخابية ويكون يعني في الجزء الأول قد انتهت، كان يعني يتضمن جميع الخطة يعني الخطط الأمنية لتأمين سواء المواقع تاع إجراء هذه الحملة الانتخابية كالقاعات أو العمل الجواري اللي يقوم به رؤساء الأحزاب أو الشخصيات الرسمية. هذه من جهة. فيما يخص يعني تأمين تاع القاعات، كاين فيه فرق متخصصة يلجأ إلى خدمتها من أجل التفتيش والمراقبة تاع القاعات لتوفير سكينة وطمأنينة يعني لإجراء هذه الحملة. بالنسبة للفرق العاملة كذلك لحماية وتأمين العمل الجواري اللي يقوم به رؤساء الأحزاب، نفسه هو كذلك قدني هذا تم إنجازه، والآن نحن بصدد يعني الحدث الهام والترتيبات اللي راح نقوم بها إن شاء الله لتأمين المراكز الانتخابية. إذا الحملة الانتخابية السيد خثير رزق الله لم تشهد أي مشاكل أو لم يتم تسجيل أي تجاوزات؟ لا، ما فيهش يعني تجاوزات يعني بادية للأعيان، وإنما طبيعة الحال كاين فيه ممكن تجاوزات اللي تخص القوانين التي تحكم هذه الحملة الانتخابية. مثلا ربما كانت فيه الناس ما تحترمش مثلا الملصقات الإشهارية يعني في الأماكن تاعها إلى غير ذلك، ولكن هذا العامل احنا قايمين به الشرطة من خلال الفرق توزيع الفرق اللي تبلغ بهذه التجاوزات. ما عدا هذا كل الحملة الانتخابية على المستوى الوطني يعني اجرت في ظروف أمنية جد حسنة. معليش أرى حضراتي، لأنه مشكل هذا الملصقات في العشوائية يعني هو أضر، يعني فيه بلدية للأسف كانت أبيضت جدرانها تدركون في أشهر وسنوات أخيرة، لكن بعض التشكيلات السياسية لم تحترم فضاء المواطن، فضاء المتاجر وبعض فضاءات، وهي الآن بحاجة ربما مستقبلا إلى إعادة التنظيف للأسف. فعلا هو كل ما هذه كل مع كل موعد انتخابي نحن يعني نشهد هذه التجاوزات. هذه كاين فيه يعني بطبيعة الحال انتم تعرفوا كاين فيه هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات هي اللي تفصل في هذه الأمور، والأحزاب ولا الإدارة
ترفع التظلم تاعها الى الهيئه اللي تختص بها. ورئيسها المسؤول الاول سيكون ضيفنا قريبا للحديث عن تقييمه لمجريات الحملة وثلاثية الصمت الانتخابي قبيل الاقتراع. اذا الحملة انتهت السيد خثير رزق الله. الان نحن في مرحلة صمت انتخابي. المخطط الامني للمديرية العامة للامن الوطني دخل مرحلة متقدمة لتأمين مراكز معينة بذاتها. بطبيعة الحال المديرية العامة كما أشرت أخذت على عاتقها تأمين هذه المراكز أو ما يأخذ يعني بالجانب التنظيمي والأمني إلى جميع المرحلة الحالية يعني المرحلة تاع الانتخاب. في هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني قامت يعني بتسخير قوة قوامها 180,000 شرطي هذو بمختلف الرتب تاعهم مقحمين في العملية في تأمين العملية الانتخابية. كي نقولوا أن في تأمين العملية الانتخابية بطبيعة الحال كاين فيه 50,000 شرطي بمختلف الرتب هذو موجهين إلى تأمين المراكز الانتخابية فقط. يعني العدد هذا موجه إلى تأمين المراكز الانتخابية عبر الوطن عبر 48 ولاية بطبيعة الحال. يعني وتوفير من أجل توفير الجو الآمن للمواطن باش يجي ينتخب. هذه من جهة، من جهة أخرى كاين القوة الأخرى اللي راهي مقحمة في تدعيم حواجز المراقبة عبر الوطن. الحواجز اللي راحين كذلك يعني في إطار الإجراءات هذه تدعم بآليات ووسائل تقنية حديثة متطورة للكشف مثلا على جميع ما يمكن أن يمس بالأمن والسكينة. كذلك كاين فيه فرق موزعة عبر شوارع المدينة ولا المحيط الحضري تعمل يعني بالدوام من أجل توفير كذلك يعني السكينة والطمأنينة للمواطن وتعمل على توفير الحياة يعني استمرار الحياة العادية للمواطن مثل المهام الأساسية اللي تقوم بها الشرطة في التدخلات تاعها مختلف التدخلات تاعها. طيب وتجربة عوام الشرطة والمؤسسة الشرطية في الجزائر السيد خثير رزق الله، تجربة سابقة في مواعيد في هذا الحجم، رئاسيات تشريعيات واستفتاءات سابقة، أعتقد أنه فيه تجربة لدى عوام الشرطة للتعامل مع مثل هكذا مناسبات. بطبيعة الحال يعني الجزائر عندها باع في تنظيم مثل هذه التظاهرة يعني خاصة التظاهرات الانتخابية المواعيد الانتخابية، وبالتالي الشرطة الجزائرية أصبحت اليوم يعني عندها تجربة كبيرة في هذا الميدان بغض النظر عن الاحترافية اللي يعني اللي راهي لحقتها اليوم يعني في الأداء الشرطي تاعها. من جهة أخرى القيادة تسهر دائما على تكوين الشرطي، تكوين يساعده في أداء المهام تاعو بكل أريحية خاصة في ظل ما تعرفه هو الدولة الجزائرية من تطور في الديمقراطية وتطور في الذهنيات كذلك الأخلاقيات على الفرد والتعرف بكل الحقوق تاعو، فعلى علينا كذلك احنا أن نسير هذا التطور من جلب تكوين الفرد اللي يقدر يتعامل يعني بأريحية مع المواطن، وبالتالي نحن نسهر دوما على المراقبة والعمل الجواري الدائم مع المواطن وكذلك التأطير الجيد للشرطي حتى ما تكونش فيه تجاوزات مثلا مع المواطن في أداء المهام تاعو. ما أهمية هذا التكوين السيد خثير رزق الله؟ وندرك بأن هناك من رؤساء المجالس الشعبية البلدية السابقين إلى غاية اليوم ومسؤولي مختلف الهيئات يعني سواء تعلق المجال بالكهرباء أو الماء وغيره، هناك بعض المسؤولين المواطن لما يشتكي من غياب تحمل بعض مسؤولياته نجد دائما الشرطي هو من يدوب يعني يتحمل المسؤولية. أعتقد أن العبء دائما مضاف، ومن هذا كان رهان المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة لتكوين أعوان شرطة في هذا الإطار. طبعا وهي في الأصل ليس مهمة نوطة، ولكن تجدون نفسكم دائما محامين وفي مواجهة مباشرة. فعلا يعني السياسة التي أسس لها سيد اللواء المدير العام الوطني في هذا المجال منذ أن يمجيء قيادته لهذه المؤسسة العريقة تهدف دائما إلى تطوير الحس الإنساني في
للشرطي الجزائري. بصفة أخرى نحن ملزمون بالحفاظ على ممتلكات الأفراد وحياتهم وطمأنتهم إلى غير ذلك. لما يعني في غياب ربما يعني الإحساس بالمسؤولية لدى المؤسسات الأخرى نجد أنفسنا دائما في مجابهة الاحتجاجات اليومية للمواطن والاحتجاجات هذه المشروعة يعني ولا في الحقيقة. ولكن نحن ندخل، لماذا ندخل؟ لأنه أولا الواجب يعني الوطني الواجب المسؤولية هي فرض علينا باش نكونوا في الميدان، ومن جهة ثانية نحاول دائما أن نمتص يعني الغضب هذا تاع الجماعات ولا المجموعات اللي راهي مثلا تعبر عن الانشغال تاعها، نمتص هذاك الغضب حتى لا نتفادى ما هو يعني ضار بالمجتمع وبالمؤسسات الى غير ذلك. سيدي الكريم، اذا الاجراءات المتخذه عبر الوطن لتامين العمليه الانتخابيه تشمل اعتماد عده نقاط، منها نقطة نشاهدها يوميا هي الكاميرات المنصبة في مختلف أرجاء الوطن. هل من تفصيل فيما يخص عدد الكاميرات المعنية والمعتمدة رسميا في العملية؟ بالفعل هذا الإنجاز العظيم، يعني الكاميرات، تنصيب الكاميرات هو إنجاز بحد ذاته للمديرية العامة للأمن الوطني. الآن هي يلجأ لها الوسيلة هذه من أجل تنظيم السير يعني حركة المرور والاستعانة بها كذلك في محاربة الجريمة الحضرية. بطبيعة الحال الجزائر العاصمة لوحدها فقط يعني فيها أنت مجهزة ب 1314 كاميرا موصلة بالمركز للتحكم والقيادة هنا في مستوى الجزائر العاصمة. كما قلت هذه يلجأ إليها في تسيير الأحداث الهامة والتظاهرات الرياضية وكذلك لمحاربة الجريمة الحضارية من خلال الكشف عن مرتكبيها والاستعانة كذلك باللجوء إليها في مختلف المهام الأساسية المنوطة بالمؤسسة الشرطية. ونفس النظام معتمد في غالبية ولاية الوطن السيد خطيب؟ طبعا غالبية الولايات الهامة الكبرى مجهزة حاليا، مجهزة بهذه الكاميرات وكذلك مربوطة بهذا المركز للقيادة والتحكم في مستوى العاصمة. ماذا عن فرق أو فرقة الأنياب السيد خوثيرس؟ قلنا ندرك بأن مديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة يعني كونت عدة تشكيلات مختلفة نظرا لتنوع المهام وتنوع التحديات. قبل أن نصل إلى نقطة متقدمة فيما يخص المتفجرات، هناك فرقة الأنياب لها نصيبها من المسؤولية. هذه الفرق هي موجودة على مستوى مصلحة مركزية مكونة من 12 فرقة يلجأ إليها في تحديد في العمل، يعني تحديد أو في الكشف عن المتفجرات ولا في الكشف عن المخدرات إلى غير ذلك. يعني هذا تم اللجوء إليها خلال الحملة الانتخابية مثلا في تفتيش ومراقبة قاعات التجمعات، يلجأ إليها كذلك في تفتيش يعني الأشخاص ولا في أماكن التجمعات إلى غير ذلك. هذه الفرقة موجودة وموزعة على مستوى بعض الولايات، أمن الولايات. كل أمن ولاية اللي ما عندهاش تقدر تطلب يعني خدمات على الفرقة المركزية. والمخطط الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني يستبق الكاميرا وفرق الأنياب بمعاينة مسبقة لمصلحة مختصة كذلك. طبعا طبعا كل الأعمال اللي تقوم بها دائما يعني تسير في هذا الاتجاه، يعني كاين عمل مسبق حاليا يعني التشكيلات الأمنية تاعنا قبل وضعها على مستوى المراكز مباشرة تقوم هذه الفرقة ولا فرقة كذلك كاين فرقة الحراقين بالاستعانة بفرقة الأنياب بتفتيش جميع المراكز الانتخابية والمكاتب حتى يتم تسليمها إلى رئيس المركز، وبالتالي حنا يتمكننا من وضع التشكيل تاعنا 48 ساعة قبل الموعد الانتخاب.
طيب سيد أخثير رزق الله، الإجراءات المهمة، لكن تدركون بأنه أحيانا الفرحة التي تعم عقب الكشف عن النتائج لبعض الفائزين قد تعمي أبصارهم للأسف، ونجد بعض السلوكات المشينة سواء في غلق الطريق أو استغلال الواجهات الماكرون تلك الإشارة فيها السيارة لبعض التجاوزات، وللأسف نسجل إصابات قد تكون قاتلة في رغم الفرحة يعني. فعلا مسؤوليتكم ما راحش تنتهي في تأمين المركز وغلق مراكز الاقتراع لأنه ستدوم وتطول. لا أسبق لي وأن أشرت أنا إلى جانب أن المخطط هذا الاستثنائي اللي هو في الحقيقة موجه إلى حفظ النظام بالمناسبة يعني بمناسبة الحدث، حفظ النظام على مستوى المراكز إلى غير ذلك، إلى أنه فيه عامل يرافق العملية واحدة أخرى، عملية العامل هو توزيع جميع الفرق وتكييف نمط العمل تاعهم بطريقة يعني تضمن الاستمرارية في الأداء في على مستوى الميدان في الميدان، وبالتالي يوم يعني الفرز تاع الأصوات وظهور النتائج يعني الأحزاب بطبيعة الحال يعني كاين فيه تعبير عن فرحة أكثر من اللزوم اللي تقدر تعاود ترجع يعني بالعكس يعني بمصائب يعني كبيره تسبب مصائب للمواطن. احنا الفرق تاعنا هذه نوزعوها ليلا على مستوى مفترق الطرقات والاماكن الوين تكون فيه المداومات مثلا تاع الاحزاب هذه، واللي تقدر تبدا من ثم تبدا هذه الفرحه هذه حتى تتدخل وتنظم سير يعني تاع حاله المرور، وبالتالي تكون ردعية هذا الوجود تاع الفرق هذه تردع نوعا ما هذه السلوكات للحد من هذه المشاكل. ماذا عن استغلال بعض الماكارون يعني من باب تسهيل وتيسير في اطار العمليه الانتخابيه؟ هناك من يستفيد من تلك الاشاره الخاصه في مقدمه السياره للتنقل لاداء مهمه معينه، لكن تدركون حضرات ان هناك للاسف من يكون استثناء لكنه قد يشكل خطر يعني يتجاوز حركه المرور اشارات المرور، يعني هناك سلوكات مشينة نجدها في هذه المناسبة للأسف. فيه يعني قوانين تنظم في الحقيقة هذا الاستعمال تاع هذه الوسيلة هذه، ولكن نحن دائما واقفين يعني بصدد ولا بمصاد لرصد هذه التجاوزات. إذا كان عنده مثلا ضبط يعني شخص ما عندوش أحقية ولا أهلية في امتلاك هذه الوسيلة فكان يتبشر ضده الإجراءات القانونية اللازمة. يضاف إلى ذلك مهام فرق الطيارين هليكوبتر يعني للمعاينة للرأس كذلك؟ طبيعة الحال هنا تتدخل يمكن الاستعانة بفرقة ولا بوحدة الجوية من أجل تسيير حركة المرور، لأنه فيه مخطط كذلك يعني أمني خاص بحركة المرور وتسييرها وتنظيمها للسهر على سيولة الحركة خلال الموعد هذا. اللجوء إلى خدمات الفرقة الجوية يساعدنا في تحديد أماكن الانسداد المروري، وبالتالي توجيه الفرق والدراجين إلى ذلك المكان من أجل تسهيل حركة المرور. خاصة أن الموعد يتزامن مع نهاية الأسبوع وقد نشهد تنقلات العائلة الجزائرية للاستفادة من صفاء الجو. قبل أن نختم لقاء السيد خثير رزق الله، يعني مهامكم ليست محدودة فقط في هذا المخطط الأمني لأنها ممتدة طول السنة لحماية مختلف المنشآت العمومية الرسمية، يعني هل من تفصيل في هذا السياق قبل أن نختم اللقاء؟ بطبيعة الحال المدير العام لأنه المعذرة عملكم بين قوسين في حملة وعملية انتخابية لا يعني أنكم بعيدون، لأنه هناك يعني مهام أخرى يعني رانا نقوم بها بالموازات يعني، وهذه داخلة في صلب المهام الأساسية في صلب المهام اللي خولنا الدستور كما قلت، وإن هي حماية الممتلكات والأشخاص وتوفير الطمأنينة جو الطمأنينة للمواطن. إلى جانب كل هذه المهام يعني اللي نوجهها مباشرة لتأمين هذا الحدث كما قلت، وكذلك المهام العادية الأساسية من أجل توفير الحياة يعني العادية للمواطن، كاين مهام واحدة أخرى كذلك تتعلق بها المديرية العامة للمواطنين وخاصة مديرية الأمن العمومي اللي تقع على عاتقها
حماية وتأمين المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الدبلوماسية. هذه تستنزف يعني كم هائل كبير من التعداد من أجل توفير الحماية والأمن لمقرات السفارات والقنصليات ومقار الإقامات تاع السفراء إلى غير ذلك. إضافة إلى البنوك وغيرها من المؤسسات الرسمية الكبيرة، المؤسسات المالية الرسمية للمستشفيات إلى غير ذلك، هذه كل المؤسسات هذه تخضع يعني بطبيعة الحال وتستفيد من تأمين تاع التأمين العام. شكرا لكم. إذا السيد خطير رزق الله نائب مدير أمن المؤسسات العمومية ورسمية بمديرية الأمن العمومي، وكما قال الفريق أحمد قيس صالح بداية هذا الأسبوع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فإن مهام الأفراد العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية ضمن استحقاقات الخميس القادم مزوجة في شق أول تتعلق بالمشاركة في التصويت بمعية المواطنين توافقا مع الإجراءات المعمولة بها كما ذكرتم سيد خثيرس قال، في حين يتمثل الشق الثاني في السهر على عبر جميع مراحل العملية الانتخابية على ضمان أجواء أمنة ومحيط مستقر. القناة الأولى تتواصل معكم مع شبكة مفاديها مع انطلاق العملية الانتخابية عبر مختلف الولايات منذ الأمس، وسنكون في قلب الحدث يوم الحدث. مستمعينا شكرا لكم، لتواصلي مع هذه مع هذا الفضاء صفحة القناة الأولى بالعربية أو الصفحة الرسمية برنامج ضيف الصباح على الفيسبوك، وبالصوت والصورة راديو الجيري.ديزات. إلى اللقاء.